الحقيقه اي سيده مقبله على الانجاب يبقى عندها شويه توتر كده، انا هعمل عمليه حقن مجاري او اطفال انابيب بيصيبها شويه توتر كده، دايما بتبقى مقلقه. النهارده بقى هنتكلم في موضوع مهم جدا لكل الناس اللي بتعاني من تاخر انجاب ومقبله على عمليه الحقن المجاري او اطفال انابيب. هنتكلم النهارده ايه المعايير اللي بتحكمنا ان احنا نهيئ اي سيده انها تعمل عمليه حقن مجاري في التنشيط او غيره. النهارده هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيف اللي منورنا دكتور محمد ابراهيم، اخصائي الحقن المجاري واطفال الانابيب بمركز دار الطب. اهلا بيك يا دكتور محمد، منورني وزي الصحة. زي ما انا قلت لحضرتك في شويه قواعد او معايير بيحكمونا ان احنا في مرحله تنشيط المبيض عشان السيده دي تبقى مؤهله لعمليه الحقن المجاري. ايه الحاجات دي او المعايير دي؟ بس خلينا متفقين، يعني متفقين انه الحقن المجهري هو اجراء طبي له نسبه نجاح. جميل. وكل ما كانت العوامل المؤثره في عمليه الحقن المجهري انت بتراعيها كويس جدا وبترفع من الجوده بتاعتها سوف تصل الى نسب نجاح معقوله. واي تغيير في هذه العوامل او ان انت تتجاهليها باي تحت اي بند ده يؤثر بالسلب على عمليه نجاح الحقن المجهري. احنا متفقين على هذه المعلومه. احد الوسائل الرئيسيه النهارده وان لم تكن هي العصب بتاع عمليه الحقن المجهري هو جوده البويضات اللي هو تنشيط المبيض. تنشيط المبيض ده اللي هو المحك الرئيسي، لانه ده في البويضه المفرزه من المبيض اللي هي تخصب بالحيوان المنوي اللي هتعمل جنين بعد كده. فالنهارده لابد ان تكون هناك معايير حاكمه لعمليه تنشيط المبيض اثناء تحضيره للحقن المجهري. جميل. خلينا نبدا من البدايه خالص. انا مش الست ديت انا قابلتها وحددت لها عمليه حقن مجهري؟ طب انا لازم ادي مجموعه اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت من الفيتامينات اللي ترفع من كفاءه وجوده البويضات المستخرجه عندي، بحيث اما هذه السيده تلجا الى تنشيط المبيض واستخراج بويضات تبقى الجوده كويسه جدا. كويس. انا دلوقتي ما بلعبش على العدد بس، انا بلعب على جوده البيض. وبالتالي الناتج بتاع الجنين يبقى كويس جدا. ده رقم واحد. المعيار الثاني تحديد خطه العلاج، لان كل سيده النهارده بتختلف من ناحيه مخزون المبيض، من ناحيه الهرمونات المسؤوله عن كفاءه التبويض، من ناحيه الاجسام المضاده بتختلف من سيده للثانيه. وبالتالي لو حددت خطه علاج مناسبه هيكون تنشيط المبيض هيناسب هذه السيده، وبالتالي هطلع عدد بويضات بجوده عاليه جدا وعدد مناسب جدا لعمليه الحقن المجهري. النقطه الثالثه اللي هو تقدري تقولي مثلا حاجات مسؤوله بحاجات مش طبيه قوي، ولكن حاجات مسؤوله في كتله الجسم البشري اللي هي الوزن. انقاص الوزن قبل الدخول الى عمليه الحقن المجهري في الناس اللي عندهم السمنه المفرطه او يتعدى وزنهم ال 100 كيلو بتفرق معانا جدا في جوده البيض. يعني انا بعتبر ان احد العوامل الحاكمه في تنشيط المبيض اثناء اعداده للحقن المجهري هي عمليه انقاص الوزن لدى السيدات. يعني ممكن سيده تجي لك عندها مثلا بتعاني من زياده في الوزن او سمنه، حضرتك تقول لازم تخس الاول قبل ما نقبل طبعاً على عمليه الحقن المجهري اطفال انابيب؟ في نقطتين مهمين جدا. في سيدات هم طبيعه جسمهم كده، في ناس معديه ال 140 كيلو 160 كيلو. طبعا الناس بتوع التجميل وتخسيس الوزن هم اشطر مني في كيفيه الوصول الى وزن اقليه، لان هذه السيده لو انا بدات لها بالوزن المفرط ده ثقه تمام انها هتحتاج ادويه تنشيط كتير جدا، هتحتاج جرعات عاليه جدا من ادويه التنشيط، نسبه الحمل عندها مش هتبقى عاليه، عندها خلل في الهرمونات، خلل في مثبتات الحمل، فرص الاجهاض المتكرر عندها هتبقى عاليه جدا، وفرص الولاده المبكره هتبقى عاليه جدا عندها. وبالتالي انقاص الوزن احد الوسائل التي قد تخفى على كثير جدا من الاطباء المستخدمه في رفع جوده البيضات وبالتالي رفع نسب نجاح الحقن المجهري. وانا لا اخجل من بس خلي بالك انت مش كل سيده النهارده، يعني النهارده بلاقي ستات مثلا يا مروه عندهم 60 كيلو والدكتوره بتقول لها والله انت لازم تخس عشان تحملي، طب هي لو خست عن 60 كيلو هي تختفي. يبقى مش كل سته، يعني ايه معيار الوزن مثلا الوزن انه في حاجه اسمها البادي ماس اندكس او كتله الجسم اللي هي المفروض بتعدي 25، لها حسابات الوزن على مربع الطول، يعني لها ايه حاجات معينه او الطول على مربع، يعني لها حسبه معينه كده عشان نصل الى الوزن، مش هنقول المثالي، يعني خلينا قريبين من المثالي شويه. فانا النهارده مش كل سيده النهارده بتسمعني يبقى لازم تخس، لا احنا عندنا الناس اللي عدت ال 100 كيلو وال 120 كيلو 130 كيلو، اما 90 كيلو تقدر تتعامل معاه كويس، 80 كيلو تقدر تتعامل معاه كويس جدا. ده الناس اللي طبيعه جسمهم مائله للوزن المفرط. في بعض الامراض بيكون غصب عن الست نفسها بتلجا الى زياده في الوزن زي مرض تكيس المبيضين. مرض تكيس المبيضين احد يعني هو من الامراض اللي احنا اتكلمنا عليها كتير جدا، بس هو ممكن يعمل لخبطه في الهرمونات وفي الدوره الشهريه وفي كفاءه ومخزون المبيض، وبالتالي بيأثر على افراط في الوزن، تلاقي الست مثلا يعني سمينه شويه يعني فاهمه. وبالتالي مرض تكيس المبيضين ده لو انت النهارده وجهت هذه السيده الى انقاص الوزن، على فكره قد ياتي الحمل الطبيعي لانه هتنتظم الدوره ويحصل انتظام في الهرمونات الداخليه عندها في الجسم، وبالتالي بمجرد انقاص الوزن
ممكن الست دي تحمل طبيعي. طب تخيل بقى لو انت داخل على حقن مجهري لاي سبب من كان، وكمان يعني انقاص الوزن في حد ذاته ممكن يوصل الحمل الطبيعي. طب تخيل لو احنا عملنا انقاص وزن في ست داخله على حمايه حقن مجهري، هتبقى هنا طبيعه المبيض وجوده البويضات اعلى ما تكون. فاحد المعايير المهمه جدا ان الطبيب يحطها قدام عينيه وهو بينشط هذه السيده او بيطلع خطه علاج، عمليه الوزن، لانه عمليه الوزن النهارده بتتحكم في عدد الجرعات. وخلي بالك طول ما الست النهارده خست كل ما فرص النجاح عندها بقت اعلى، وفرص استمراريه الحمل كمان اعلى، والتكلفه الماليه بقت اقل عليها، لانه هنبدا نقلل من جرعات الادويه اللي احنا بنديها اثناء عمليه التنشيط. النقطه المهمه جدا كيفيه توقيت الجرعات، تمام، وكيفيه توقيت عمليه سحب البويضات، دي مهمه جدا. يعني لا اقدم ولا اخر عن الميعاد المناسب لسحب البيض. يعني في ناس لو انا استعجلت في تنشيط المبيض ورحت مد حقنه مفجره قبل الميعاد المناسب، هيطلع البيض كله غير ناضج، وبالتالي انا خسرت كميه كبيره جدا من البويضات الناضجه. وفي نفس الوقت لو قرصت شويه بالبلدي كده على هذه السيده واديتها ادويه تنشيط والبيض وصل لمرحله يعني متاخره شويه، ده بيحصل اسمه بيض عاجز، وبالتالي يبقى خصوبة هذه البويضات مع الحيوانات المنوية قليلة للغاية. وبالتالي التوقيت الأمثل لتحديد عملية الحقن المجهري أحد المعايير الحاكمة في تنشيط المبيض وكيفية الوصول إلى نسب نجاح عالية في عملية الحقن المجهري. في نفس الوقت إن أنت تكون النهاردة بتهتم بمراقبة عملية التنشيط عن طريق تحليل الهرمونات. يعني ثق تماما يعني إنه تحليل الهرمونات هو الضابط الخفي لتظبيط الجرعات وتنشيط المبيض والوصول الى كفاءه وجوده عاليه جدا من التبويض. يعني ايه؟ يعني انا النهارده هذه السيده خدت 4 أيام تنشيط، وبعدين عملت لها هرمون الاستراديول اللي هو هرمون المسؤول عن التبويض، وطلع الهرمون ده عالي جدا، هبدا اقلل الجرعات، طلع مناسب للجرعات اللي انا بديها، هتمشي على نفس الجرعات، طلع قليل سنه، يبقى هبدا اغير في الجرعات اللي انا بديها. جميل. يبقى اذا ما اقدرش النهارده اسيب السيده كده من غير هرمونات واقول انا بوفر لها، لا، انت كده بتضرها باسلوب غير مباشر. النقطه بقى الخفيه اللي هي قد تبدو غريبه لبعض السيدات، انه انا في بعض الناس الاقيهم خدوا ادويه تنشيط عند بعض الاطباء وبعدين الدكتور قالها بعد 10 ايام ارجع لي تاني. طب انت النهارده فقدت عنصر مهم جدا في عمليه تنشيط المبيض، هو متابعه الدوريه لجوده لحجم البويضات. طب انا النهارده الست النهارده انت بتوفر في وقتك يعني ولا بتوفر في مجهودك؟ انت ازاي النهارده تبدا لازم تجي لك في نص الوقت ده كل معدل كل 3-4 أيام زياره. ليه؟ لان ده بيحكمني يا مروه في كيفيه تعديل خطه العلاج. اقدر الاستجابه ضعيفه شويه، هبدا ازود جرعات معينه. اقدر يعني حاسس ان مفرطه من التنشيط، هبدا اقلل جرعات معينه. اقدر هي مش مستجيبه للنوع بتاع الدواء اللي انا مدي لها في الروشتة، هبدا اغير نوع ثاني خالص. وبالتالي في وديات ستات كتير جدا ايه بتبقى فرحانه بيها، تقول لك ايه ده الدكتور قال لي تعالى كمان 10 ايام، اما الدكتور ده كل يومين ثلاثه بيجيبني على المستشفى. لا، الدكتور اللي بيجيبك كل يومين ثلاثه على المستشفى هو ده الدكتور الدقيق جدا، علشان هو عايز يوصل لحضرتك خطه علاج محترمه جدا. وعايز ما تفرحيش لقعدك في البيت 10 ايام. طب هفترض النهارده يا مروه بعد 10 ايام الدكتور قال لها ايه، انت الاستجابه عندك ضعيفه، هنوقف العلاج، يبقى انت خسرت وقت وخسرت مجهود وخسرت مبايض وخسرت نفسيه المريضه طبعاً. وخسرت ان انت قد تكون ضيعت عليها دوره علاج. انت لو كنت جبت هذه السيده بدري شوي كان ممكن توصل لنسبه نجاح احسن من كده وجوده احسن من كده. جميل جدا. ان شاء الله يا دكتور احنا لسه معانا كلام تاني ان شاء الله نستكمله في فقرات تانية. مشاهدينا بنشكر ضيفنا اللي دايما بنورنا النهارده في ازاي الصحه، دكتور محمد ابراهيم، اخصائي الحقن المجاري واطفال الى نبيب بمركز دور الطب. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا في الصحه. مشاهدينا كده فقرتنا انتهت، استنونا فقرات جديدة من ازاي الصحة. فبراير من الشهور الحلوة بالنسبة لستات كتير عشان فيها مناسبة كده بيكونوا مستنينا، وهي عيد الحب او الفالنتاين. بالنسبة لعيد الحب بقى احنا عاملين لكم مفاجأة، بس النهاردة المفاجأة دي مش بس لكل اتنين بيحبوا بعض اللي هو راجل وست، لا، ممكن انت بتحب مامتك تجيبلها هدية، بتحبي صاحبتك، يعني الناس تعبر لبعض عن الحب، لان الحب هو مش المقصود بيه الحب بين رجل وسيدة فقط، ولكن الحب هو كل انواع الحب. قررنا نعمل لكم حلقة قبل شوية بالفالنتين عشان تلحقوا تستفيدوا منها، لان فيها مفاجآت حلوة، وان شاء الله كل الناس المحترفة في الهدية تقدر تجيب الهدية دي من خلالنا ومن خلال ضيفتي الجميلة اللي النهاردة قررت بمناسبة الفالنتين تعمل لكم خصم، وكمان تجاوب على كل اسئله السوشيال ميديا اللي جات لنا. برحب بضيفتي الجميله دكتور منى العمده، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. وهابي فالنتاين. هابي فالنتاين. وهنتكلم بعد الفالنتاين بقى نشوف ايه الهدايا اللي جت، بس تعالي نشوف هديتنا النهارده. أوكي. طيب
قبل ما ندخل بقى نجاوب على اسئله السوشيال ميديا، قولي لهم بقى المفاجاه بمناسبه الفالنتين على الهديه الحلوه اللي ممكن تعمليها ليهم اللي تساعدهم ان هم يقدموا هديه لناس بيحبوها. احنا شفنا في الفتره الاخيره على السوشيال كميه اوردرات غير طبيعيه من ترو لايف، والحلو الجميل ان مش رجاله بتطلبها للستات فقط، لا ممكن بنت بتجيبها لوالدتها، بنت بتجيبها لصاحبتها، يعني صاحبتها بتتجوز تروح تجيب لك كادو بتاعها وهي رايحه ترو لايت، هديه حلوه ان هي بتفيد البشره فحاجه بتفرح اي ست. اوكي، قررنا ان احنا نعمل خصم 33% بالظبط. 33% هيبتدي من دلوقتي من وقت اذاعه الحلقه بالظبط لحين انتهاء عيد الفالنتاين. اوكي، فدي فرصه كويسه لكل الناس. كل البنات بقى اللي بعتت لدكتور منى من خلال صافحتها ومن خلال صفحتنا جمعنا شويه اسئله كده وان شاء الله نجاوب عليها في حلقتنا النهارده. اول سؤال مريم بتقول، سؤال مريم حلو قوي، هو كان تاني سؤال بس انا قررت انه اول سؤال لانه حلو. بتقول عندها اثار حبوب شباب وبدا يبقى موجود عندها حفر، ازاي ممكن ترو لايت يعالج لها ده؟ فكره الحفر دي، فاحنا وصلنا لمرحله صعبه في البشره، وصلنا لمرحله انها سابت الابسس من غير ما تعالجه، او حبوب الشباب من غير ما تعالجها، لحد لما اكل السيلز وساب حفره وساب علامه، ساب تصبغ وساب حفره. احنا معانا الحل برضو في ترو لايت، ما سبناش حتى دي، بس في ستيب لازم تمشي عليها. اول ستيب الجل هيقشر التصبغ، هيزيل الغمقان، هيفتح اللي هو مدي على كلف نتيجة لحبوب الشباب. وبعد لما أثار التصبغات تنتهي ممكن تستخدم بعدها السيروم، هيملأ الفراغ اللي الحباية أنتجته. تمام، فأول ستيب الجل، تاني ستيب السيروم. طب هستخدم الاتنين مع بعض يا دكتورة؟ في نفس الوقت، يعني مش الاثنين مع بعض في نفس الدقيقه، بس في نفس التايم، يعني انا احط دلوقتي الجل وبعد ساعتين ثلاثه احط السيروم، لان ده بيشتغل على حاجه وده بيشتغل على حاجه ثانيه، فمش هيعرضوا بعض. اوكي، هايل. طيب في حد بعت لك بيقول لك كل سنه وانت طيبه يا دكتور، احنا داخلين على عيد الحب، احنا عارفين ان احنا داخلين على الحب وعاملين الحلقه دي، هي عايزه تبقى في عيد الحب تبقى وشها منور وعندها نضاره. انا بقول لك ما تستنيش ليه الحب على طول، اهتمي بشرتك. انت جايه متاخر بس هنلحقك. يعني اسمها ايه؟ هي مش كاتبه اسمها. اوكي، اللي بعت السؤال ده نقدر نقول له ان انت من اول مره استخدام، وانس انت تستخدميه اول مره انت بتلاقي افكت، يعني تقدري تستخدميه من دلوقتي لحد يوم الفالنتاين، هتنزلي ببشره مشرقه. لو عندك غمقان ممكن يفتحها درجه او درجتين، ممكن يلحق يوحد اللون 50%، لو عندك كسور 70% هتحصل لها ملء بالهيالورونيك. اوكي، طيب تعالي نشوف سؤال شيما. وشيما عندها هالات سودا، عايزه تعرف تعالجها ازاي، وعايزانا ان احنا لو يعني هنطلع لها المنتج اي واحد من الثلاثه من دول هيعالج الهالات السودا، وازاي تحطه تحت العين، لان هالات سودا تحت العين. فبتقول لك وريها الطريقه. بنتكلم على الهالات السودا يعني الغمقان، يعني بنتكلم على الجل. الجل احنا نقدر نعمل كده. ادي الجل اهو، وزي ما قلنا قبل كده احنا يعني مش تنزلي للاخر. لا، هو عشان ما نزلش كتير تقصدي، ما نقدرش الكميه بتاعت الجل، عشان هي نص تكه بتديني الافكت بتاعي، فما هقدرش البرودكت بتاعي. بصوا انا نزلت كميه اكتر من دكتور منى لان انا اتكيت جدا. لا هي نص تك. اوكي، والجل لو حوالين العين هلاته ده، يعني هنا كده احنا نعمل كده، هتطبطب بقى حوالين العين، تفضل تطبطب تطبطب تطبطب، هتلاقيه اتشرب. اوكي تمام، شفتوا الطريقه يا شيما؟ علشان هي اهي هنعمل كلوز عليها، ده الجيل هو على ايد دكتور منى، شايفين لمعته حلوه ازاي، وهي بتقول لك الطريقه اللي بتستخدمها، وهيدينا في الاخر مات. اوكي، مش هيضايقها خالص. طيب، بلمعه او
انت يمكن جاوبت على ده في حلقه قبل كده، بس هنجاوب عليه تاني. الناس ان هو تحت العين هنحطه، منطقه تحت العين من المناطق الحساسه، ريحته حلوه قوي. ريحته جميله. بصي انا بحب ريحه العرقسوس الخفيف ده، اللي هو مش يكون مكثف، وكمان الكوجك عامل ميكس معاه، فمديني ريحه انا بحبها. بجد ريحته حلوه، يعني ريحه محدش ينفر منك لو قاعد جنبك وانت بتستخدميها، بالعكس يقولك وريني انت بتستخدمي ايه. ده الجل اهو، لو انتوا هتشوفوه معانا اهو، ده الجل اللي انت هتستخدميه. منطقه بقى حوالين العين او تحت العين، الكسور او نتكلم حوالين الفم او الجبهه او الرقبه او الايد، ممكن نستخدم على الايد الثانيه السيروم. اوكي. او نستخدم هنا عشان الكاميرا تشوف معانا. خليكم مع دكتور منى. ممكن تبقى في وان دايركشن كده. اوعي تعملي كده وتعملي كده، انت كده بتهتكي البشره، وبقولها في كل حلقه كده. وفي ستات من شغل البيت صوابعها بتبقى مكرمشه، طلعي الصوابع، طلعي الصوابع الحته دي بالذات عند العقل بالظبط. وتلاقيها، يعني احنا ممكن نقلع الخاتم كده عشان الناس تبقى شايفه معانا اهو كده. اوكي، ده السيرم. وانس اول مره انت بتلاقي افكت الجلد المكرمش اللي شكله مقزز بالنسبه لك، وبيخليكي دايما تحطي فاونديشن وانت نازله على ايدك، تحطي خواتم كتير عشان تداريها، ابدا. انت تقدري تستخدمي السيروم مره واحده تلاقي افكت. ما بيلمعش يا جماعه. لا مت. هقول تاني وتالت، زيت الجوجوبا مش بيدينا لمعه، والبشره وزبده الشايا مش بتديني لمعه، ومش بتدهن بمعنى اصح. اوكي، بس عشان عايزين يشوفوا بس. طيب، خايفه اقول لك ان هو في فرق بين الاثنين، يقولوا ان انا بقول دعايه بس لا، دي حقيقه. لا، هو باين هنا، يعني في فرق فعلا. وانا عايزه اقول لكم انا كمان هفضل فتره استخدمه عشان عندي ايد من السواقه غامقه شويه، هستخدم الجل عشان اشوف النتيجه، ان انا عندي ايد اغمق. وبعد الجل السيروم هيملا التجاعيد اللي هي خفيفه من كتر الاستخدام. اوكي، تعالي نشوف السؤال اللي بعد كده. دنيا بتقول ان عندها مسام وشها واسعه جدا، اي كريم مرطب مش بيأثر معاها وما عندهاش نضاره. هل المسام الواسعه اصلا محتاجه كريم مرطب؟ بتهيألي لا خالص، مش هو ده علاجها اصلا. هي محتاجه الهيالورونيك. أوكي. ولو بشرتها جافه هتحتاج شويه مرطب، يعني السيرم. السيرم مكونات وزبده الشايا اللي هي بتعمل ترطيب، ولو بشرتك دهنيه ما بتضرهاش. أوكي. زيت الجوجوبا اللي هو لو دهنيه ما بتديكيش لمعان، لان دي خصائص زيت الجوجوبا. طيب السحر بقى الهيالورونيك، ده اللي بيقفل المسام وبيقرب المسام من بعض، وبيعمل بقى اللي هي الشده اللي هي انا حساها بايدي دلوقتي. فيش مشدوده، البشره مشدوده، غير دي مشدوده ومقربه المسام ببعض. بس تستخدم السيرم مختلف، سيرم من ترو لايت. طيب، مدام علا عندها 40 سنه بتشتكي ان وشها بدا يظهر فيه تجاعيد بس، والميك اب مش عامل حاجه، وده السن هنعمل ايه؟ عايزه اقول لك 40 سنه وبدا يظهر لك تجاعيد، ده انت بطله كده. ده احنا من 25 و20 عندنا تجاعيد اكتر من كده. دي اكيد مدام سالت واهتمت، هي اكيد بتستخدم كريمات وبتهتم ببشرتها، يعني ست بتهتم ببشرتها. بس ليه بوسي اوصل للمرحله الثانيه دي؟ انا ليه ما افضلش واقفه هنا بالظبط؟ ليه السن ما يجريش كرقم وانا بشرتي تفضل كده؟ ما هو دكتور، احنا بنبقى عايزين ما نوصلش لده، بس ما بنبقاش عارفين. ما هو احنا طالعين انا وحضرتك نقول للناس عشان بالظبط. ترو لايت، السيرم او الجل او اللوشن بيحافظ على بشرتنا. مش شرط تكوني عندك تجاعيد او عندك مشاكل عشان تجري تستخدميها غلط. انت من بدايه البلوغ اهتمي ببشرتك، بشرتك بتكون حصل فيها نضوج. وانت نازله الصبح استخدمي اللوشن، سان بلوك، سان بروتكشن فاكتور 30. موجود فين في دول عشان الناس بتتلخبط؟ اهو
ثالث حاجه في اللوشن. والناس كتير بتسالنا يعني على السوشيال ميديا طب يا دكتور انا ممكن استخدم واحد بس، اصل انا عندي تجاعيد بس انا عندي سان بلوك بتاعي. هقول له سوري، سان بلوك اللي عندك ما عندوش الاكتيف انجريدينت الموجوده في ترو لايت اللي هو المين اللي بين الثلاثه اللي هو فيتامين سي. اوكي طب يا دكتور منى، فيتامين سي دوت مفيد يعني للبشره؟ بيعمل ايه للبشره يا دكتور منى؟ بيدينا نضاره، بيدينا نحط كمان بيدينا نضاره، بيدينا حمايه من الاثار الجانبيه لليو في اي واليو في بي. اوكي وانا بشوف ان اللوشن برضو نستخدمه في وان دايركشن برضو. اي ميك اب ازاي بقى عشان كده اهو. اوكي اي ميك اب، اي كريم، اي حاجه انت بتستخدميها تريتمنت على بشرتك في وان دايركشن، ولو حوالين العين طب 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 حوالين العين اي أو. حاجه تانية في وان دايركشن اتجاه واحد. بصوا البشره الجافه عامله زي الاسفنجه، انت بشرتك جافه جدا. انا عايزه اقول لك احط الحاجه على تشربها السيروم هيبقى مفيد جدا ليكي. السيروم ليه؟ في زبده الشيا وفي زيت الجوجوبا، ده بيغذيلك البشره بطريقه انت ما تتخيلهاش. ويا سلام لو حطيتيه قبل ما تنامي، هتصحي وشك مورد. السيروم قبل ما ننام وشك هيبقى مورد. حطيته يعني بشرتي تشربته بسرعه. ويمكن دكتور منى هتجاوب بقى على السؤال انواع البشرات ده عشان بيجي لنا كتير دلوقتي. انا عندي لوشن وعندي جل وعندي سيروم. انت يمكن الحلقه اللي فاتت قلتي لي انا ما يعني انا المفروض بدل ما انا عاملاهم في باكت بتاعتهم يبقى المفروض التلاته مع بعض زي ما بنقول روتين للبشره. تمام، كل بشره بقى هتستفيد من كل حاجه من دول بايه؟ الجافه هتستفيد بايه؟ الدهنيه هتستفيد بايه؟ البشره المختلطه هتستفيد بايه؟ بلس بقى التجاعيد والتصبغات والحاجات التانيه اللي احنا قلناها عليها. جميع انواع البشره بتستفاد لان الجل واللوشن والسيرم في فيتامين سي. واي بشره دهنيه مختلطه جافه بتعشق الفيتامين سي. هو ده اللي بيحيي البشره من اول وجديد. اوكي طيب نتكلم على حاجه حاجه، نتكلم على السيروم. السيروم بيعالج التجاعيد وبيعالج الكسور وبيحمي من الشيخوخه المبكره. مش شرط يا بنات يا ستات، مش شرط يكون عندي تجاعيد وكسور عشان استخدم السيروم. هفضل اقولها ان انت حابه تهتمي ببشرتك ويبقى استخدام يومي، انت بتستخدمي السيروم من ترو لايت واللوشن اللي هو سان بلوك من ترو لايت قبل ما تنزلي الصبح وتتعرضي لاشعه الشمس. أوكي. والجل عشان طبعا. لو عندك تصبغات. طب يا دكتور منى انا اقدر استخدم الجل في اكتر من اريا بعيدا عن الوش والرقبه والايد؟ طبعا. اي اريا سنسيتيف انا اقدر استخدم الجل فيها. هايل. اندر ارم، الكوع، الركبه. يفتح لي غمقان في المناطق دي فهيفتح بالظبط، يفتح لي درجه الاسكان بتاعتي يوصلها للدرجه اللي انا اتولدت بيها. في قد ايه؟ وانس من اول مره انت بتحسي باختلاف وبتحسي بدرجه افتحت. أوكي. على مدار الوقت انت بتوصلي للون الاسكان اللي يرضيكي. بس طب انا هقول لك بقى، قولي لي بقى نصيحه كده كاصدقاء. انا بشرتي جافه وما بحطش واقي شمس وعندي شويه تجاعيد وعندي شويه نمش صغيرين، قولي ده هيعمل لي ايه لده وده هيعمل لي يعني كل مشكله حاسه ان ليها حل. بشرتي جافه اللي هو ناشفه، عارفه انت في صحراء. يبقى لازم اولا دي كادو مني ليك يا بوسي. ثانك يو يا جماعه، ده بجد انا هجربها هم اهم هجربهم واقول لكم النتيجه، وهنزل لكم كمان يعني بره الهوا نشيل الميك اب كده ونبقى نتصور واحنا بنعمل. وممكن نعمل بيفور وافتر. اوكي نعمل ده عشان البنات والستات يبقى عندهم ثقافه يا بوسي. احنا قاعدين هنا عشان عايزين كل ست في البيت تبقى راضيه عن بشرتها. كل بنت شايفه والدتها بقى عندها شويه اكتئاب لا تروح تديها ترو لايت. هدايا حلوة. طبعا تروح تديها ترو لايت تقول لها مامي انت ما كبرتيش، انت اهتمي ببشرتك، صدقيني هتبقي دلوعتها على مدار بقى الكورس. طب نفكر الناس قبل ما نقول كل حاجه هتعمل ايه بالاوفر الجميل عشان الفالنتاين، عشان الناس برضو ايه تبقى عندها فكره اللي ما شافتش من بدايه الحلقه. هتعمل لنا اوفر كام في الميه؟ 33%. 33% يس. من هنا لحد يوم الفالنتاين. لحد 14/2. اوكي تمام. تعالي نقول مثلا البشره الجافه بتستفيد هنا بايه؟ يعمل لها ايه؟ هنا الترطيب فين؟ البشره الجافه السيرم. السيرم ترطيب. طيب البقع
عندي شويه الجل. الجل اهو ادي الجل. طيب شويه تجاعيد صغيرين. السيرم برضه. السيرم. طب اللوشن بقى هيعمل لنا ايه؟ سان بلوك. اوكي. يحمينا من التصبغات اللي احنا عمالين نعالج فيها بالجل. اوكي، عشان كده ده روتين انتوا عاملينه مع بعض بالظبط. يعني انا ما ينفعش اديكي حاجه تعالج لك التصبغات وتنزلي حضرتك الصبح في الشمس يحصل لك تصبغات فترجعي لدكتور منى تقولي لها والله يا دكتور انت ترو لايت ما عملش معايا افكت. طب ما حضرتك بتنزلي في الشمس وبتجيبي لنا تصبغات فوق اللي احنا بنعالجها. فعندك اللوشن بيحمينا من ده. طيب في نانسي بقى كانت بعت سؤال بمناسبه الشمس ده بس مش عارفه هنجاوب عليه ازاي بقى. نانسي بتقول ان هي خلاص حصل لها غمقان ناتج على عن الشمس وعدم توحد في لون البشره، فهي هنا في امل في حالتها ولا لا؟ طبعا هتعمل بس ايه؟ بالجل ثم اللوشن. أوكي. الجل هيعالج المشكله اللي عندها واللوشن هيعمل ستوب لاي مشكله هتحصل. اوكي طيب. الناس بقى اللي بتتكلم بتقول ان فكره التجاعيد الزياده هي مثلا بقى لها فتره التجاعيد بتظهر وهي كانت بتستخدم مثلا بوتوكس. تمام، ينفع تعمل ستوب للبوتوكس وتبقى ده بديل ليها الكريم؟ هو ينفع بس لازم يكون قلبها جريء شويه لان البوتوكس بيديكي الافكت اللي انت عايزاه وانت في العياده. أوكي. بس بعد 6 شهور بيحزنك على بشرتك دي. انا صريحه جدا. يعني انا مش ضد البوتوكس اكيد هيجي عليا يوم هعمله. اكيد هكبر لو ليا يعني عمره في العمر بقيه هعمل فيلر وهعمل بوتوكس زي اي ست. بس انا ضده. يعني في اصعب الحالات اوكي، لكن ان يبقى عندك كسره خفيفه ودكتور التجميل يقول لك بس انا بشكه واحده تمام، بعد 6 شهور هتبكي. افرضي معكيش فلوس. الكسره هتتضعف. اوكي هتتضعف. مش لانه ده مش تريتمنت خالص. ده ما بيعالجش. اللي يقول البوتوكس ما بيعالجش، البوتوكس لو هو نوع بيرفكت 6 شهور بس. طيب السيرم واللوشن والجل مترولايت تريتمنت. اوكي انا بعالج السيلز تطلع لي سيلز حيه. مش بخفي العيوب. طيب في معايا سؤال، معانا وقت ناخد اخر سؤال. ناخد اخر سؤال. بتسال على نضاره البشره. تمام، هل عشان يكون عندها نضاره لازم تستخدم المنتجات دي؟ وعايزاك تفهمي الناس يعني ايه نضاره بشره. الناس برضو مش فاهمه النضاره دي يعني ايه. نضاره بشره يعني تصحي من النوم تبصي في المرايه تبقي راضيه. تبقي مبسوطه. ما تقوليش ايه ده انا عندي شغل ونازله انا شكلي تعبان انا تحت عيني منفوخ ليه. هعمل ايه في المشكله دي؟ طب حوالين الفم المشتاج في كسور وفي اجهاد هعمل ايه؟ لا هتعملي، هتستخدمي ترو لايت على مدار ايام هيخليكي تنزلي وانت واثقه من نفسك من غير ميك اب. وعلى فكره انا وبوسي في الاوضه كنا بنتكلم في ده حقيقي. الميك اب دي حقيقه. انا وبوسي يمكن المهنه الاساسيه عندنا كرسي الاعلام. ده عايز ميك اب كتير جدا، فعمالين نتكلم مع بعض. تعرفي ان اول ما هخرج همسح الميك اب وهحط حاجه تريتمنت لان انا بشرتي بتجهد والاضاءه والحاجات دي فعلا بتاثر جدا بتاثر علينا وبتعجز بدري. ولاي حد عنده شغل في شركه في حاجه اي ست بتنزل فول ميك اب. طب اهتمي ببشرتك. لو انت مضطره تحطي ميك اب، لو انت مضطره طول الوقت تبقي فول ميك اب في الوقت اللي انت بتكوني في البيت فيه قبل الميك اب عالجي بشرتك. عالجي بقى. يبقى في بالانس بين الاثنين. دكتور منى حبيب فالنتاين وكل سنه وحضرتك طيبه فالنتين. وكل ست وكل بنت وام وبنقول شكرا ليها على الاوفر الحلو ده 33% من هنا اليوم 14/2 وثانكس على الجفت الحلوه دي. هجربها وهنطلع لكم بعد كده فيديوهات بقى على السوشيال ميديا من غير ميك اب ونشوف طريقه استخدام انا ودكتور منى. نورتينا وكل سنه وانت طيبه. حبيب فالنتاين دي. حبيب فالنتاين دي. شكرا دكتور منى العمده وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم في فقرات مختلفه وازاز. من اجمل الكلمات اللي بحب اسمعها لما باجي اعمل دايت والدكتور كده يديني ورقه حاجه كده في النهايه تحت اسمها اليوم الفري. الله بقى اليوم الفري ده بقى الواحد بيجيبه من الصبح كده يصحى بدري من اول يوم لنهايه اليوم يعمل كل اللي في نفسه. النظام حلو مفيش كلام بس النظام الغذائي صعب جدا ان احنا نلتزم بيه. ضيفي النهارده يعني هنحاول ان احنا يعني نسمع كلامه ونمشي على النظام الغذائي ولكن هو عنده
يعني سكه تانية خالص. هو بيقول لي احنا مش عايزين نخس ونعمل دايت، احنا عايزين يبقى عندنا يا بوسي حاجه اسمها لايف ستايل. لايف ستايل يعني انا هكمل باقي حياتي عامل دايت يا دكتور ولا لايف ستايل ده ايه؟ هنعرف النهارده من ضيفي اللي منورني اللي بسعد جدا بلقائه دكتور مصعب ربيع استشاري العلاج الطبيعي والتخسيس العلاجي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا بوسي، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين كلهم. احنا عايزين يبقى شكلنا حلو ورفيعين زي حضرتك كده وناكل اللي نفسنا فيه وفي نفس الوقت نخس، ازاي تقدر تعمل لنا المعادله اللطيفه دي يا دكتور مصعب؟ عايزين نشوف التحاليل بتاعتنا، عايزين نشوف نسبة الحديد في الدم قد ايه، نسبة فيتامين د قد ايه، عايزين نشوف هل عندنا كوليسترول ولا لا. لازم لما تبقى الجسم نفسه في حالة صحية مستقرة وسليمة ساعتها هنقدر ان احنا نبقى عملنا اول خطوة عشان نقدر نخس ونحصل على الجسم الرشيق والصحة السليمة. يعني التحاليل مطلوبة قبل النظام الغذائي؟ اه طبعا. ديت بنعملها ان اول شخص لما بيجي بيخس بيطلع على الميزان بنشوف الدهون قد ايه والعضلات قد ايه والسوائل قد ايه، معدل الحرق قد ايه، ده بيدينا مؤشر. اوكي. هل التحاليل هتكون في حدود الطبيعي ولا هتبقى في مشكلة في التحاليل؟ لقينا معدل الحرق في حدود غير طبيعي، لقينا معدل الحرق قليل، يبقى ساعتها بنطلب من العميل ان هو يعمل التحاليل اللي احنا قلنا عليها ديت. أوكي. ياخد الفيتامينات، دي اول خطوه. فبيجي في وقت ببقى محتاج ان انا بعمل عمليه اعداد للجسم الاول قبل ما اخش في عمليه النزول الوزن. بالبلدي كده بهيئه. بالظبط. الناس بتيجي عايزه تخس على الميزان بكره، يعني تاخد دايت النهارده بكره تخس. طب ما في فتره لازم، لو كان الشخص عنده نقص في الفيتامينات لازم ياخد الفيتامينات والجسم يمتص الفيتامينات ديت على اساس ان هو يبقى معدل الحرق مظبوط على اساس ان انا اقدر اخس. اوكي. طيب خليني اسالك سؤال، احيانا بعمل نظام غذائي محترم جدا وبلتزم جدا طول الاسبوع وباجي على الميزان بطيخه مفيش زي ما انا، واحيانا بحس ان انا زدت في الوزن، ده معنى ايه؟ السؤال اللي حضرتك بتساليه ده سؤال جميل جدا، بس في ناس بتبقى فاكره ان الدايت هو بس الاكل، ان انا اكلت القريش وكلت الفرخه المسلوقه وكلت ال دايت ايه يا دكتور؟ لا. في حاجه ثانيه غير الاكل؟ ما انا عندنا حالة الجسم نفسها دي لازم تتظبط. لو عملتي دايت وانت عندك انيميا مش هتخسي. آه. وهتتخني. تمام. خلاص. لو عملتي دايت وانت عندك نقص في معدل الحرق مش هتخسي هيبقى هنواجه المشكلة ديت. مواعيد الاكل. مواعيد الاكل يعني في شوية مفاهيم لازم نصلحها. مفيش حاجة اسمها وجبة واحدة هي اللي هتخسسني يبقى اقعد اليوم كله على وجبة واحدة او مانع نفسي من النشويات. وجبة واحدة مش هتخسس. امتناع من النشويات مش هيخسس. ان انا افضل اعمل رياضة واكل كل اللي انا نفسي فيه في اي مواعيد واقول اصلا انا بحرق مش هيخسس. ما جربت اللعبة دي فشلت. بالظبط. فهو عشان ما وصلش للنقطة بتاعت ان انا انت عامل دايت بوجهة نظرك انت ولا بوجهة نظر دكتور او بوجهة نظر نظرة طبية. شايف تحاليلك، شايف معدل حرقك، شايف الكوليسترول اخباره ايه، مرتب، عامل لايف ستايل مش دايت. كلمه دايت دي كلمه غلط، وكلمه تخسيس كلمه غلط برضو. الصح فيها ايه؟ انقاص دهون بدل التخسيس، وبدل الدايت لايف ستايل، نبقى عاملين لايف ستايل سليم. طب إيه ازاي يبقى عندي لايف ستايل مش دايت امشي عليه طول حياتي؟ اصل فكره ان انا دايت مع يعني دكتور مصعب الكلام اللي ده بيقوله صح، لو انا عملت دايت وجيت في اليوم الفري لبخت الدنيا ورجعت اتخنت ورجعت خسيت، فكره ان انا احافظ بقى على اللايف ستايل ده ما عنديش إيه؟ مشكله في اليوم الفري. ما عنديش المشكله. كل 7 ايام اليوم السابع من كل اسبوع هيبقى يوم فري. اكل بيتزا ومكرونه ومحشي وكل هتاكلي حاجه كل حمام. هتاكلي كل اللي انت نفسك فيه بس بكميات قليله. أوكي. لان احنا طول ال6 ايام بناكل كميات قليله، فالجسم اعتاد على كميات اكل قليله. هاجي اليوم الفري هغير النوع، كل اللي انت نفسك فيه ولكن بكميات الكمية قليله صغيرة. وفي مواعيد اكل سليمه. من اهم الحاجات التانية ايه اللايف ستايل؟ يعني حضرتك قلت مثلا طريقه الاكل او هناكل ايه وهناكل امتى، اللي هو ازاي بقى يعني قول لنا. انا بحب اصحى الصبح مثلا معلقه زيت الزيتون الصبح على الريق، دي من الحاجات المفيده جدا للهضم. اول ما اصحى كده اخد معلقه زيت زيتون. ممكن تتحط على كوبايه لبن رايب خالي الدسم. ممكن يتاخد معاها مكسرات نيه فيها دهون غير مشبعه. خلاص. لو الشخص عنده انيميا ممكن ياخد معلقه زيت سمسم الصبح. اوكي. الفطار لازم يكون قبل الساعه 12. تمام. اللي هو خلاص. ايه بقى الفطار لازم يكون فيه ايه؟ في بيض، جبنه، فول، نص رغيف بلدي، اي مكون من مكونات السلطه.
ما عنديش ادنى مشكله. الفطار كده العادي بتاعنا بين الفطار وبين الغداء ناخد من ثمره لثمرتين فاكهه، طبق سلطه، سلطه وتونه، سلطه وجبنه لايت، عصير طبيعي، مكسرات نيه غير محمصه وغير مملحه. نتغدى قبل الساعه 6. الغداء هيبقى فيه الرز، مكرونه من 6 ل 8 معالق، سلطه، خضار. طب جميع انواع الخضار. الساعه كام مثلا؟ يعني العشاء بفضل ان هو يكون قبل الساعه 10 تبقى وجبه العشاء. ولو في جوع حصل ممكن الحاجات اللي هي ان بتوين الميلز ديت ممكن تتاخد برضو بعد فتره العشاء او بعد وجبه العشاء لو في جوع شديد. شرب الميه كتير امر مهم جدا. دي حاجه بننساها فعلا. الفيتامينات يعني الحديد، الفوليك اسيد، الفيتامين سي، فيتامين اي عشان الشعر والضوافر، فيتامين دي من الحاجات اللي لازم تبقى تحت اشراف طبي، لان لو فيها نقص هتاثر على فكره النزول في الميزان. مش عايز الشخص اللي يخس يبقى حاطط بس سكوب واحد بس ليه اللي هو الرقم على الميزان يقل. لا، ده انا عايز مش الرقم ده اللي يقل، انا عايز رقم الدهون هو اللي يقل. وفي نفس الوقت ما تبقاش مستعجل، هتخش جوه لايف ستايل سليم، هتلاقي نفسك اول اسبوع ما خسيتش، تاني اسبوع ابتديت تخس. كلمه بقولها للناس يعني انا من الدكاتره اللي مش ببقى مستعجل في النزول على الميزان. انا عايزك في الشهر تخس 4-5 كيلو. انت عارفه 4-5 كيلو دولت يعني لو قعدتي 5-6 شهور انت عملتي 25-26 كيلو دلوقتي يا دكتور. طب يا ريت نخس 4 لو عملتي لو ظبطنا الفيتامينات هتلاقي النتيجه ديت 4-5 كيلو في الشهر. 4-5 كيلو في الشهر دي نتيجه كويسه ومش بتتحسب في الاسبوع. يعني ما تقيميش نفسك ان انت الاسبوع عايزه كيلو. احنا في مؤثرات خارجيه، فتره البيريود بتاثر وبتعمل احتباس سوائل بالنسبه للسيده فعلا. بالظبط. المسكنات والمهدئات وبسط العضلات والكورتيزون والمضادات الحيويه، لو الشخص بياخد الأدوية ديت جاله دور برد، خد مضاد حيوي، عنده مشكلة، بتأثر على فترة على كمية النزول. كل الحاجات ديت لازم تتحط في الحسبان وتحسب المتوسط بتاعك. فأنا بقول للناس مثلا كيلو متوسط في الأسبوع. يعني الأسبوع ده خسيت 0.5 كيلو ما عنديش مشكلة، بس أنت جوه لايف ستايل سليم الأسبوع اللي جاي هتخس 1.5 كيلو. هيبقى في الآخر أنت خسيت 2 كيلو بس في اسبوعين. في ناس بيكون عندهم نقص في الفيتامينات فبنديله فتره في الاول، مش بطلب منه نتيجه بس بطلب منه لايف ستايل سليم وظبط الفيتامينات والمعادن بتاعت جسمك. انا بكون متابع له الموضوع دوت. خلاص الفيتامينات ظبطت في الجسم، اوتوماتيك هتلاقي معدل الحرق بيبدا ينزل. الموضوع سهل جدا جدا بس لازم يتم تناوله بصوره علميه طبيه مقنعه. مفيش حاجه اسمها الحاجه دي هي اللي هتخسسك، الدايت ده اللي هيخسسك. طب يا دكتور الدايت ده هيجيب كام كيلو؟ مش بتتحسب كده خالص. ودي مفاهيم يعني منتشرة جدا 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 عشان الناس كلها عايزة تحصل على الموضوع بسهولة أو بسرعة. هو سهل جدا إن الواحد يخس، بس محتاجة إن هي بس تبقى محطوطة تحت نطاق طبي. طيب هل جلسات تفتيت الدهون الموضوعية أكذوبة أم حقيقة؟ إن أنا أخش تحت جهاز هيفتت لي الدهون، اطلع قيس، بص وسطك كان كام سنتي، دلوقتي وسطك بقى كذا سنتي، صح ولا غلط؟ وهل في فعلا أجهزة محترمة ملهاش سايد افكت تقدر تفتت لي الدهون بس على اللونج ران؟ أجهزة تفتيت الدهون بتجيب نتيجة هايلة جدا 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 لتفتيت الدهون الموضعية. بنستخدمها لما تبقى توزيعة الدهون في الجسم مش متوزعة بصورة متساوية، يعني في منطقة فيها دهون أكتر من بقية أجزاء الجسم، بتجيب نتيجة هايلة جدا. بس لازم أكمل لك الجملة، هي جزء من برنامج متكامل. يعني لازم تبقى في أجهزة تفتيت دهون، لازم يبقى في لايف ستايل موجود، لازم تبقى المعادن والفيتامينات متظبطه، لازم نبقى حاطين لنفسنا ان احنا البروجكت دوت او الريزلت ديت هنحصل عليها 3 شهور 6 شهور على حسب كميه الدهون قد ايه. يعني مش بديل للنظام الغذائي. مش بديل للنظام الغذائي ولكن خالص. هي مع النظام الغذائي ومع تظبيط الفيتامينز. مفيش حاجه لوحدها، ولا دواء ولا جهاز ولا دايت لوحده هيقدر يشيل الشيله كلها. لازم بنستعين بكل الوسائل ديت. أجهزة تفتيت الدهون بتجيب نتيجة هايلة جدا جدا جدا، بس بتبقى محتاجة ان هي تبقى جزء من برنامج. بنستخدمها امتى؟ لما يبقى في دهون متكدسة في حتة معينة، في منطقة معينة اكتر من بقية اجزاء الجسم. بنعرف ده ازاي؟
من خلال جلسة التقييم اللي في الأول اللي بنعملها من خلال أجهزة الإنبادي بنقدر نشوف الدهون كام ومتوزعة في الجسم بصورة قد إيه. دكتور مصعب قبل ما نختم، أهم حاجة في اللايف ستايل، مش في الدايت ولا في أهم حاجة في اللايف ستايل، في اللايف ستايل نحافظ عليها قبل ما نختم نقولها للناس. مواعيد الأكل، الفطار قبل 12، الغداء قبل 6، العشاء قبل 10، ناكل بين الوجبات، نشرب 3 لتر مية كل يوم. هنخس لو عملنا كده؟ هنخس لو عملنا كده لو كانت الفيتامينات والمعادن في الحدود الطبيعية. لو حد عمل دايت وحس بهبوط أنت بتعمل حاجة غلط. اعمل تحليل الحديد السيرم ايرن. اعمل تحليل السيرم ايرن لو فعلا قليل، فعلا بنحس ان احنا دايخين ومهبطين فعلا ما بنعمل دايت. يبقى الحديد قليل. اعمل التحليل، ناخد الادويه والمكملات الغذائيه، المشكله دي هتتحل، هتقدري تكملي اللايف ستايل بتاعك، تحصلي على احسن نتيجه. هنجرب وهنقول وهنحاول ان شاء الله. انا بستمتع بالحوار معاك، وانت نورتنا، وانت من الدكاتره اللي عندك مدرسه محترمه، والاهم كمان ان انت مش هدفك ان المريض ينزل بسرعه كيلو جرامات، ولكن بتهتم بصحته اكتر. نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك. شكرا لضيفي المحترم دكتور مصعب ربيع، استشاري العلاج الطبيعي والتخسيس العلاجي. تعالوا يا جماعه نجرب اللعبه دي ونمشي على اللايف ستايل، يمكن اخس معاكم واحنا نخس وربنا يسترها معانا بقى. ربنا يا رب يديكم الصحه، اشوفكم في فقرات مختلفه وازاي الصح. والله لا جرب. يا اهلا وسهلا بيكم. الحقيقه اليومين دول الجو تلج، والساعه دي بتخلي الواحد يحس ببعض المشاكل، هي بتبقى اوريدي موجوده عنده بس مع البرد بنحس بالامها اكتر، زي الاسنان، مشاكل الفك، مشاكل العظام، وكلنا عندنا المشاكل دي سواء احنا او اي حد عايش معانا في البيت. دايما لما بيكون عندنا اكتر مشكله بنبقى محتارين، رايحين للدكتور ده وطالعين من المكان ده ورايحين نعمل اشعه في المكان ده، لكن لما بتلاقي مكان محترم فيه كل التخصصات اللي انت محتاجها اكيد بتطمن. واحنا بنتشرف اكتر ان المكان ده مصري، ونتشرف اكتر ان هو تابع للازهر. الحقيقه النهارده انا معايا ضيفين مهمين جدا ومن اهم اعمده برضو هذا المكان، هو مستشفى جامعه الازهر التخصصي اللي هنتكلم عنها النهارده وسبب نجاحها ومعظم التخصصات الموجوده فيها، ويمكن معايا تخصصين من اهم التخصصات. خليني ارحب بيهم بدايه في ازاي الصحه، الاستاذ الدكتور محمود مبروك، استاذ جراحه العظام بمستشفى جامعه الازهر التخصصي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. وازاي الصحه؟ اهلا وسهلا، منورنا النهارده. ومعانا الاستاذ الدكتور وائل المهندس، استاذ ورئيس قسم جراحه الفم والوجه والفكين، ورئيس وحده جراحات الراس والرقبه مستشفى جامعه الازهر التخصصي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. وازاي الصحه؟ ومنورنا. الحمد لله. اهلا بيك. طيب خليني بدايه استاذنك استاذ الدكتور محمود، هبتدي مع دكتور وائل. اتفضل. وهساله على ايه هي اهم مشاكل الفك بوجه عام؟ مشاكل الفك مشاكل صعبه، ولما الواحد بيتعرض ليها بيبقى حاسس ان عنده ازمه صعبه، ايه هي اهم المشاكل دي يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو النهارده طبعا احنا بنتكلم يمكن من اهم المشاكل دي انزلاق غضروف مفصل الفك. هي الناس بيبقى عندها الام كتير قوي، بتقعد تلف كتير، الالم بيبقى عند الودان، بيبقى مش عارف يا ربي هو الالم ده جاي منين. يقول لك انا بسمع صوت طرقعه وانا باكل، الام مبرحه، ساعات بيصحى من النوم صداع، يروح بقى مخه اعصاب، يعملوا بقى الرنين المغناطيسي على المخ ويطمن كل حاجه تمام، كل ده التكس تايم. وبعدين يروح تاني بقى على الانف واذن وحنجره يلف، وبعدين في الاخر يقول لا ده انت تروح بقى جراحه وجه وفكين اخر حاجه. اخر يكون بقى المريض استوى وعمل اشعاعات وهكذا، يجي بقى كده بقى نكشف عليه كلينيكيا، نلاقي بقى فيه مشكله. هي المشكله ان المفصل قاعد قدام الودن على طول، والغضروف لازق في الودن من قدام. فلما يحصل انزلاق في الغضروف وبيشد في الودن يغير في بريشر داخل الود، فالمريض كل اتجاهه بيبقى يروح انف واذن او مخ واعصاب او ما شابه ذلك. لكن هي القصه بتبقى ده انزلاق في غضروف مفصل فك. الصراحه هي شايعه القصه دي، كتيره، موجوده كتيره جدا دلوقتي. اعداد المرضى اللي بيعانوا من انزلاق غضروف مفصلي الفك اعداد متزايده جدا. لما بيلجأوا لنا بنبدا نشخصهم كلينيكيا، بنعمل بعد كده رنين مغناطيسي عشان نطمن على الغضروف نشوف شكله فين. العلاج بقى صعب؟ لا بص، لو الدنيا بسيطه وفي اولها بنبقى علاج تحفظي غير جراحي. احنا عندنا العلاج يا اما علاج تحفظي، يا اما علاج تحفظي تدخلي، ده بالمنظار. اوكي. يا اما او غسيل وما شابه ذلك، وده بالمنظار او من غير منظار، او نبدا نعمل الجراحات. اوكي. احنا بنحاول دايما نبدا مع المرضى بالعلاج التحفظي الغير جراحي.
لو كسبنا منه كتير بنجنب المريض جراحات كبيرة، وفي نفس الوقت المريض بيبدأ يستريح ويتابع معانا فترات بعلاج معين، بأجهزة معينة، بأشعات معينة من وقت الآخر لغاية ما نوصل بيه لبر الأمان. طب دكتور وائل هرجع لك بعد شوية هتكلم لي لو لا قدر الله احتاجنا بقى لعمليات ومناظير على القسم بتاع حضرتك وتوفر كل ده والأشعة والتمريض وقد إيه أنتوا مؤسسة ناجحة، بس خليني أروح لقسم آخر مع دكتور محمود وهو قسم العظام. العظام مشاكل العظام لا تنتهي، يعني أنا صغيرة وعندي خشونة وناس عندها مشاكل في الغضاريف، ايه اهم المشاكل العظام اكثر انتشارا وعلاجها وليه بقت منتشره يا دكتور محمود؟ هو طبعا في مشاكل العظام كتيره زي حضرتك ما تفضلت يعني، لكن طبعا يمكن في الجو البارد دوت خشونه المفاصل هي الناس اوريدي بيبقى عندها خشونه مفاصل، لكن مع البرد الحقيقه بتظهر اكتر. معظم الامراض الروماتيزميه على فكره بتيجي في فترات تغيير الجو ما بين فصل وفصل وتبدا تنشط وتدي الاعراض بتاعتها يعني. فمعظم الحالات بتيجي دلوقتي معظم حالات المفاصل الخشونه او التهابات المفاصل. طبعا في طبعا زي ما انا شايف دلوقتي كتير قوي في نقص في فيتامين دي عند ناس كتير صغير وكبير، وده برضو بيسبب بعض آلام العظام كآلام عضلات أو آلام مفاصل. طبعا في طبعا الإصابات بقى ككسور والحاجات دي كلها أمراض حاجات شائعة موجودة سواء في الجو البارد أو غير البارد يعني. لكن أكتر حاجة ممكن تبقى موجودة آلام أسفل الظهر، وطبعا ممكن تبقى غضاريف أو آلام عضلية، وألام المفاصل سواء خشونة ركب أو التهابات روماتيزمية موجودة يعني. طيب بعد شوية هرجع لك وهتقولي القسم بتاعك أو هو عبارة عن مجموعة أقسام في بعضها اللي بيوفروا وإيه المتاح والأشعة وإزاي بيتم العلاج إن شاء الله على أكمل وجه، بس خليني أروح لدكتور وائل. حضرتك عندك وحدة من أهم الوحدات الموجودة في المستشفى وهي وحدة جراحات الرأس والرقبة، تمام. عايزة أتكلم على فكرة الوحدة دي، إيه أهم ما يميزها؟ هل الأجهزة الحديثة؟ هل الدكاترة والاستشاريين؟ هل التمريض؟ هل النظام؟ كلمني على سبب نجاح الوحدة دي لأن هي من الوحدات المتميزة والمتخصصة. بس هي الوحدة دي فكرتها ببساطة، احنا عندنا في الجامعة عندنا جراحات يعني وحدة جراحة الوجه والفكين، واحنا ساعات بنشتغل بيبقى عندنا مثلا كسور في الجمجمة، وبتبقى محتاج ان يبقى مخ واعصاب موجود معايا، انا بفتح وبطلع بس محتاج اطمن على المخ قبل ما اقفل. فبنستعين باسم المخ والاعصاب معانا وندخل نشتغل، بنعمل تيم ورك ونشتغل ونعمل نتائج حلوة جدا. لكن هي الفكرة دي جت ان احنا نعمل ايه؟ نعمل جراحات الرأس والرقبة في اسم واحد، بيبقى اسم جراحة الوجه والفكين، مخ واعصاب، انف واذن، رمد، اورام، وهكذا، بحيث ان المريض لما بيجي النهارده عنده مشكله في منطقه الراس والرقبه، ودي منطقه مهمه جدا وبتحتاج كفاءات معينه وطريقه تشخيص معينه واجهزه معينه. ممكن النهارده المريض لو انا ما عنديش هذا التجمع اعمل اشاعه، وبين اقول له طب انا بعد اذنك هتروح عند الانف واذن، فهياخد معاد بعد اسبوع مثلا عند الانف واذن، فيقول له طب انا عايز اشاعه ثانيه، فهيعملها بعد اسبوع، وبعد كده يقول له لا طب بص ده دي واصله تحت المخ، يبقى عايزين بتاع المخ والاعصاب معانا، الورم كبير قوي واصل تحت. طب فتلاقي المريض مثلا قعد له شهر شهرين بيلف بس ما خدناش لسه الديسيجن. فكانت الفكره بتاعت الوحده دي ان نعمل وحده بتضم هذه التخصصات، اساتذه على مستوى عالي من الكفاءه. النهارده كله على الواتساب، المريض جاني انا شاكك الحته دي، ببعت على الواتساب في اقل من 3 دقائق بيكون زمايلي كلهم بصوا انا عايز ايه، كل واحد بيطلب الفحص اللي هو عايزه. يعني سي مثلا النهارده انا شغال في كسر تحت العين، فمحتاج الرمد معايا، فيقول طب والله اعمل لي برضه بالدايه معاك فكره التيم وورك بالظبط كده. فالمريض وهو قاعد بياخد الاشاعات المطلوبه بيروح يعملها، بعد يوم او يومين بيكون عندي، بنكون عاملين له تريتمنت بلان بتاعته. احنا النهارده هندخل نعمل كذا كذا، مين معروف اللي هيدخل؟ دكتور جراحه وجه فكين مع مخ مع رمد مثلا او مع عيون. ندخل نعمل عمليه، هو بيدخل يعمل عمليه، بياخد كفاءه التخصصات كلها بدون اي حاجات زياده ويطلع خلاص خلص قصه على كده. هو اخد نتيجه كويسه، الدكاتره عملت كله تيم ورك مع بعضه وقت قليل، وفي وقت النهارده ما فيش خلاص، النهارده التيم التيم ورك هو اللي شغال، ما فيش حاجه الوان مان شو، خلاص ما فيش حاجه ادخل اعمل كل حاجه بنفسي، لا وليه؟ النهارده انا بيرفكت، انا اكسبرت في حته معينه، وفي سين من الناس اكسبرت في حته معينه، لما الاثنين يدخلوا يشتغلوا مع بعض هيبقى ده اكسبرت يديني بيرفكت ورك للمريض، وهو ده التارجت بتاعنا، المريض يتعالج ويبقى
ازاي الصحة بقى؟ بصحة تبقى زي الفل. طيب دكتور محمود خليني اقول قسم العظام هو عبارة عن مجموعة اقسام في بعضها. احيانا مشاكل العظام بنحتاج ان احنا طبعا اكيد هنعمل اشعة، فكرة ان انا اطلع اعمل اشعة بره اقول المستشفى موفرة ده، فكرة المناظير، فكرة لو في جراحة، كلمنا على القسم او مجموعة الاقسام اللي في بعضها وايه اللي بيميزها في مستشفى جامعة. هو قسم العظام الحقيقة زي ما تفضلت حضرتك هو مش يعني وحدات، مش واحدة واحدة، لانه العظام زي اي تخصص دلوقتي في سب سبيشاليتيز كتيره، في تخصصات فرعية من التخصص الكبير هو العظام، في تخصص مفاصل، فيه المناظير، فيه العمود الفقري، فيه جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، فيه تشوهات العمود الفقري وتشوهات العظام عموما، فيه جراحة عظام الأطفال، فيه الطب الرياضي، كل دي مجموعات فيها أساتذة. ميزة المستشفى الأزهر تخصص الحقيقة أنه أعضاء هيئة التدريس فيها من 4 كليات طب، مش بس كلية واحدة، يعني في 4 كليات طب تبع الأزهر، وفي كليتين طبعا شغالين لسه بدين، لكن في 4 كليات طب في ستاف أعضاء التدريس مغطين كل التخصصات دي. فإحنا أي حالة بتستدعي، لو في برضو زي ما بقول التيم وورك أو العمل الجماعي، ممكن الحالة الواحدة لو في تشوه عمود فقري ممكن يدخل فيها بتاع العمود الفقري، ممكن يدخل فيها مع حد تاني من مناظير وهكذا المفاصل. فلو حالة كسر مثلا، كسر حوض وكسر عمود فقري، هيلاقي بتاع العمود الفقري موجود وبتاع الحوض موجود وبتاع التشوهات موجودة. فده تيم وورك موجود الحقيقة في المستشفى، والمستشفى الحقيقة موفرة لنا، موجودة جميع أجهزة الأشعة، سواء أشعة عادية في نفس المكان، الأشعة العادية والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي وأشعة السونار وأشعة الأوعية الدموية، فكل ده موجود في نفس المكان اللي بيخدم العمل الجماعي ويسهل مأمورية التيم الكبير اللي موجود. فالتخصصات الحقيقة وكل الناس اللي موجودة الحقيقة ناس كفاءات عالية جدا في التخصصات ديت، وكلهم ناس مميزين، ومعظم الناس الحقيقة في الأزهر سافروا بره وحصلوا على فترات تدريبية أو شهادات دكتوراه كمان من بره أثناء فترة الدراسة. يعني أنا مثلا شهادة الدراسة الدكتوراه بتاعتي خدت 2 سنين في ألمانيا قبل ما أرجع لأشتغل. فمعظم الناس شغالة وعلى كفاءة عالية جدا، وبالتالي الحقيقة المريض بتاع مستشفى الأزهر التخصصي بإذن الله هيلاقي رعاية وعناية ويعني مستوى يعني عالي من الكفاءة. نقدر نقول من كلام حضرتك دكتور محمود ان المريض اللي هيتوجه لمستشفى جامعة الأزهر التخصصي هياخد خدمة طبية بجودة عالمية على أرض مصرية وبسعر قليل، ده مهم سعر جدا مناسب للناس جدا. للناس اللي بتتفرج عليها بالظبط، بسعر مناسب جدا الحقيقة. يعني الحقيقة المستشفى بأسعارها أقل جدا من أسعار مقارنة بأسعار كتير مستشفيات حاليا. أنا عندي حاجة عايزة أسألك فيها. أنا بشوف أن الأجهزة مهمة، الدكاترة مهمة، ولكن التمريض والتعقيم الحاجات المهمة جدا. أنتوا عندكم ممرضات أجانب، عندكم قسم طوارئ محترم، لأن إحنا بنعاني لما بنروح عندنا مشكلة فجأة ونروح قسم الطوارئ بيكون غير مجهز تماما. تمريض مصري وغير مصري عندنا طبعا، تمريض مصري وغير مصري عندنا. بقى لو انت عايزه الامكانيات كمان، ودي مهمه جدا، ارجوك كلمنا في الامكانيات. احنا بنتكلم انت عندك التخصصي، مستشفى الازهر التخصصي فيها اكتر من 120 سرير رعايه مركزه، 120 اكتر من 120 اكتر من 120، وكلها متقسمه بقى النهارده ده قلب وصدر، ده سكته دماغيه، ده سكته قلبيه، انت فاهم قصدي. فانت على النهارده مشكله الرعايات المركزه دي مشكله كبيره، فلما نحلها باعداد وفيره من من سرير الرعايات المركزه دي بتخدم المواطن المصري او المريض بتبقى سهوله. يعني هو رايح المستشفى لا قدر الله لو محتاج رعايه هيلاقيها ان شاء الله. أوكي. انت بتتكلمي بقى كمان في الامكانيات، دكتور محمود بيه يمكن يتكلم عنها، على قسم الاشعه اللي موجود اللي هو قبل ما قبل العمليه. لا ده النهارده انت عندك في الازهر التخصصي احنا عاملين رنين مغناطيسي جوه اوضه العمليات، بيخدم اوضتين، بين اوضتين عمليات في نفس الوقت. يعني النهارده الجراح شغال وعايز يصور حاجه معينه ما يصحيش بقى وينزل وبعدين وندخل لا اون سبوت هو شغال. عندك سيركليتنج سي تي بتلف في اوضه العمليات اللي هي إيه عشان الناس اللي هي الاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه متنقله بتتحرك بين اوضه العمليات. نظر الدكتور بتاع العظم عمل وظبط العظم عايز ياخد فيو معين او كات معين، السي تي بتيجي تتعمل، مش ده غير السي تي اللي موجوده تحت في قسم الاشعه. فانت النهارده عندك امكانيات
اللي معمول امتناض عندك 21 اوضه عمليات كبرى، منهم 11 اوضه كبسوليتد اللي هي محكمه الغلق. انت يعني انت بتواكبي التوب لاين اوف يعني اوف امبروفمنت في العالم كله. احدث التقنيات العالميه انت جايباها هنا في مستشفى جامعه الازهر التخصصي. طيب الطوارئ كمان عايزين نتكلم عنها. الطوارئ احنا عندنا 5 اوض عمليات جاهزين بستاف كامل في كل التخصصات. لان انت عندك 4 مستشفيات كليات طب بتخدم، فانت عندك مدرسين مساعدين والنواب كله بينزل في الطوارئ، وعندك المدرسين والاساتذه كل دول بيخدموا موجودين ال 24 ساعه. الطوارئ شغاله على كفاءه عاليه جدا. مفيش شورتج عندنا الحمد لله في الدكاتره، لان من كليات الطب احنا بيتم الاستعانه بيهم وهكذا. طيب انتوا حضراتكم بتمثلوا تخصصين مهمين جدا، هل نقدر نقول المستشفى غطت جميع التخصصات المريض يقدر يحتاجها؟ هي دلوقتي انت عندك المستشفى 3 مباني اي 1 واي 2 واي 3. فانت في يعني احنا دلوقتي اغلب التخصصات شغاله. اعتقد دكتور محمود هو الدنيا احنا بنعتبر المرحله الاولى انتهت، في مرحله تانية المبنى اللي فيه 21 اوضه عمليات، احنا شغالين في 5 اوض عمليات طوارئ حاليا، في قدامنا 21 اوضه عمليات. هيبقى في خلال واخدين وعد في شهر 6 هنكون خلصنا استلمنا المبنى ده كمان. الحقيقه الحوار معاكم ممتع ولكن الوقت عدى بسرعه. بشكر ضيوفي يا استاذ دكتور محمود مبروك استاذ جراحه العظام بمستشفى جامعه الازهر التخصصي، نورتنا وشرفتنا، والاستاذ الدكتور وائل المهندس استاذ ورئيس قسم جراحه الفم والوجه والفكين ورئيس وحده جراحات الراس والركبه بمستشفى جامعه الازهر التخصصي. بشكرك على وجودك معانا. بقول لكل الناس بتتفرج علينا، عندنا في مصر مستشفيات محترمه زي مستشفى جامعه الازهر التخصصي بجوده عالميه وباسعار رخيصه في متناول الجميع. ان شاء الله ربنا يتم شفاء الجميع على خير. ربنا يديكم الصحه. اشوفكم في فقرات مختلفه وازاي الصحه.